الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، في هؤلاء 70. وقفنا هنا وتعرضنا لبعض الكلمات، لكن بقيت علينا بعض ما يستفاد من الحديث. يعني هذا أنا قرأت خلاصة سريعة وتلخيص سريع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا طويل الحديث. ثم الناس خاضوا في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة. بعضهم قالوا إنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورافقوا، وبعضهم قالوا هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. ثم عاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم مرة ثانية وأخبرهم من هم هؤلاء 70، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة رضي الله عنه بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وقلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون، يعني هم الذين لا يطلبون من الناس أن يرقوهم. بعض الناس يعني حتى ترون بعض إخواني بعض الناس الآن يشعر بأي شيء يذهب إلى من يرقيني، يعني أين الرقي، أين الراقي، يتصل يذهب. بعضهم يعني حتى إذا رأى رؤيا مثلا في المنام قال وين المفسر، وين مفسر الأحلام، وإذا فسرت له الرؤيا بدأ يبني عليها أحكام. وفي الحقيقة أن الرؤيا لا تبنى عليها أحكام. فهؤلاء 70 لا يطلبون الرقيا، بل صبروا على بلاء الله عز وجل. ولا يكتوون، يعني لا يكتوون بالنار الكية المعروفة. ولا يتطيرون، التطير كما تفعله قريش الكافرة، كانت إذا أرادت تفعل شيء تأتي للطير الجالس مثلا أو الذي جلس في ظل أو في بك، فتطرد هذا الطير. فإذا طار الطير جهة الشمال قالوا لا تذهبوا إلى الحرب أو إلى مشروعكم الذي أنتم ذاهبون إليه، فإن المشروع هذا فاشل، بدليل أن الطير طار واتجه إلى الشمال إلى اليسار. وإذا طار الطير واتجه إلى اليمين قالوا مشروعكم هذا ناجح. هذا طبعا هذا شرك والعياذ بالله ولا يليق. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على ربهم جل وعلا في كل أمورهم ويفوضون أمورهم إلى الله تعالى. وهذا من التوكل على الله، أن الإنسان يأخذ، يا أخي الكريم يا أخواني، يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. يعني أنا الذي أريد أن أتمم فيه بقية ما بقي علينا، قلنا يعني وصلنا إلى ما يستفاد من الحديث، فضيلة هذه الأمة يا أخواني، فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني الأمم مع أنبيائها، أن الله تعالى أراه موقفا من مواقف القيامة، أو أراه الله تعالى شيئا من القيامة، أو موقف الأمم يوم القيامة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي مرسل من الأنبياء، نبي من الأنبياء يعني غير معروف لكنه نبي، لم يؤمن معه إلا رجل واحد، ورأى النبي ومعه رجلان اثنان فقط، ورأى النبي وما معه ولا أحد. يعني تصور ولا نبي ولا رجل يتبع هذا النبي، جاء يوم القيامة هذا النبي منفردا، لم يسلم من أمته أحد. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما فظن أن هذه هي أمته، فقيل له هذا موسى وقومه. ثم يقول نظرت إلى الجانب الآخر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما أيضا. وفي بعض الروايات أن هذا السواد يا أخواني يملأ الأفق، ويملأ الأفق يعني أينما
أردت أن تنظر بعينك ورأيت هذا الأفق يعني أو هذا المنطقة تسمى الأفق هذه كلها مجال العين هذا يسمى أفق. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأفق كله تسده سواد عظيم فقيل له هذه أمتك. على ذكر الأفق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه جبريل عليه السلام قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ. قبل هو كان يتعبد في غار حراء صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد يعني الليالي الطويلة حتى أنه يأخذ معه زاد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءه جبريل يقول عليه الصلاة والسلام رأيت مخلوقا يجلس على كرسي بين السماء والأرض يسد الأفق وهو جبريل عليه السلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على هيئته التي خلقه الله تعالى. هذه واحدة عندما جاءه جبريل عليه السلام في أول البعثة ويقول عليه الصلاة والسلام رأيت يسد الأفق يعني يسد أينما حلقت بعينك فهو أمامك وهو مخلوق عظيم. الملك كما نعلم له 600 جناح ملائكة الرحمن الملك الواحد له 600 جناح. فرأي يقول فرأيت لكن قيل في بعض الروايات له النبي صلى الله عليه وسلم لكن قيل انظر إلى هذا الاتجاه فرأيت سوادا عظيما يملأ الأفق قيل هذه أمتك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لما قيل له هذه أمتك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أو منهم 70 يدخلون الجنة فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فالناس انشغلوا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن يعني مما يستفاد من حديث رسول الله هذا عليه الصلاة والسلام فضيلة هذه الأمة. يا إخواني فضيلة هذه الأمة عظيمة ولكن للأسف اليوم المسلمون يجهلون أو أكثر الناس من المسلمين يجهلون عظمة هذه الأمة بدليل أنك ترى في دنيا الناس من يثني على الكفار ومن يسارع إلى تهنئتهم ومن يشيد بهم ومن يذكر الكفار وما عندهم من التكنولوجيا والعلم والتطور وفي المقابل يذم أمة الإسلام. هذه نظرته دنيوية. أمة الإسلام إذا أردت أن تعرف أمة الإسلام فانظر إلى مثل هذه الأحاديث. انظر قبل هذا انظر إلى قول ربك جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس شهادة من الله عز وجل بأن هذه الأمة هي خير أمة خلقها الله تعالى. وفي بعض الأحاديث صحيحة يقول عليه الصلاة والسلام أنتم تتمون وفي رواية أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل. يعني تتمون يعني تكملون. كأن بعض أهل العلم يقولون أن الله تعالى خلق 70 أمة. أمة الإسلام هي الأمة 70 آخر أمة. فهذا يظهر لنا عظمة الأمة. عظمة الأمة في هذه الدنيا. هذه من عظمة هذه الأمة يا إخواني أنها لن تباد. هذه الأمة لن تستطيع قوة في الأرض ولا في السماء أن تنهي أمة الإسلام حتى لو مات من مات من المسلمين. لا دين الإسلام كل ما يتعلق بالدين ولا أمة الإسلام يستطيع أحد أن يبيدها عن وجه الأرض. يعني مهما تكالبت الأمم ومهما تعاضدت فيما بينها لإبادة المسلمين لن تستطيع. هذه الأمة أوجدها الله تعالى لتبقى إلى أن يأذن الله تعالى بزوال هذه الدنيا. وكذلك دين الله عز وجل وكذلك اللغة العربية كل ما يتعلق بدين الله عز وجل فلن يستطيع أحد كائن من كان في الأرض ولا في السماء أن ينال من هذه. يعني لن يستطيع أحد أن يغير اللغة العربية. غير صحيح وإن ضعفت اللغة العربية وإن أعرض من أعرض من المسلمين عنها أو من العرب فستبقى اللغة العربية لن يستطيع أحد أن يغيرها لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هذا اللي هو القرآن أو الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسول سواء كان القرآن أو السنة
كله باللغة العربية، واللغة العربية لسان الوحي، فلا يستطيع يعني إذا قلنا بزوال اللغة العربية يعني زوال القرآن. طيب إذا راحت اللغة العربية كيف نقرأ القرآن وهو بالعربية؟ كيف نقرأ الحديث؟ هذا يا أخواني يعطينا الاستحالة، أن أحدا يمكنه أن يزيل العربية أو يزيل شيء. فمن عظمة الأمة أقول لكم بقاء هذه الأمة إلى أن يأذن الله تعالى بزوال هذه الدنيا. لن تستطيع أحد قوة في الأرض ولا في السماء أن تنال من دين الله عز وجل. كذلك من يعني من أمة الإسلام أن يعني عظمة هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة. من عظمة هذه الأمة هي يوم القيامة مثلا، هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة هي أكثر أمة اتبعت نبيها الذي أرسل إليها، أكثر أمة يعني أكثر نبي من الأنبياء آمن به من الناس هو أمة المسلمين. يعني حتى أمة موسى الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها أمة عظيمة، فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنها أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، قال سواد عظيم، فقيل له هذا موسى وقومه. فيعني أمة الإسلام يا أخواني عظيمة. يعني تتبعنا نحن في بعض بحوثنا عن فضائل أمة المسلمين، مميزات أمة المسلمين في الدنيا والآخرة. يعني أمة المسلمين تتميز عن الأمم السابقة في الدنيا والآخرة، ولها فضائل أيضا تفضل الأمم في الدنيا والآخرة، وهذا تتبعناها في رسالتنا الدكتوراه. يعني أمة الإسلام يعني حتى يعني من ضمن الأهداف النتائج التي خلصت لها أذكر خلصنا إليها، أذكر أن يعني هي أن تعريف الناس أو تعريف الأمة أو تعريف الأجيال الآن بأمة المسلمين كما ذكرت قبل قليل، تسمع الثناء الكبير والمدح للكفار ولبلدانهم ولما عندهم ولما يملكون، وفي المقابل تسمع الذم والعياذ بالله لأمة الإسلام، وهذا يخشى على 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 صاحبها. لماذا يا إخواني؟ لأن الذي يمدح الشيء يتعلق به ويؤثر عليه. يعني هذا الذي يتعلق مثلا باللغة الأجنبية سواء كانت إنجليزية أو فرنسية، هذا يعني إن لم يكن له ما يحفظه عند الله أولا، ثم عنده شيء مثلا من العربية يعتز بها، وإلا سوف ينجرف ويحب اللغة، ثم إذا حب هذه اللغة سوف يحب أهلها، ثم والعياذ بالله إذا تطور الأمر لم يحفظه الله أو زل أكثر، إذا لم يحفظ نفسه منها فسوف يعتنق معتقدات أو أديان أهلها. ولذلك اللغة يا أخواني، اللغة تسحب صاحبها، اللغة مثل أي لغة. فلذلك من هنا نقول الإنسان يتعلم اللغات، ولكن يكون عنده رصيد قوي جدا من اللغة العربية ويعتز بها على أنها لغة القرآن، وهي اللغة التي اختارها الله تعالى وشرفها من بين اللغات. ولو كانت هناك لغة غير القرآن غير اللغة العربية تليق بوحي الله تعالى المنزل لأتى الله تعالى بها. أن يأتي الله تعالى باللغة العربية من بين اللغات لتكون لسان الوحي أو الوحي الخاتم المنزل على رسول الله، آخر وحي اللغة العربية يكون باللسان العربي، هذه ميزة كبيرة عظيمة جدا للغة العربية. ويعني وعظمة الدين يا إخواني، عظمة ديننا الإسلامي تجدون في أن الله تعالى اختار له أعظم لغة وأشرف رسول وأكمل شريعة، كل ذلك من مميزات ديننا. أيضا يا إخواني مما يستفاد من الحديث فضيلة التوحيد، تحقيق التوحيد. عندما يحقق الإنسان التوحيد وثوابه، يعني شوف هؤلاء السبعون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني وهو يقول بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون، وحتى قال وعلى ربهم يتوكلون. يعني هؤلاء يا إخواني يعني بهم من 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 شدة حساسيتهم أو شدة تعلقهم بتوحيد الله تعالى، أن
أنهم صبروا على الآلام. يعني لماذا يا أخوان؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يسترقون ولا يكتمون، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لأن يا أخواني هذه الأمور أنتم حتى الآن ممكن تراها في دنيا الناس. الرقية، الرقية بالقاف، إيش يدخل فيها؟ يدخل فيها السحر والتمائم المعلقة، ويدخل فيها الشركيات، ويدخل فيها الكذب والبدع والخرافات. أنت لو الآن أخذت التميمة هذه أو اللي نسميها إحنا اليامعة، الجامعة اليامعة، وفتحت سوف ترى عند البعض طلاسم وأسماء ما أنزل الله بها من سلطة، أسماء الجن. ولذلك هؤلاء، يعني نحن نقول هنا فضيلة تحقيق التوحيد أن وثوابه، أن أهل التوحيد يحرصون على تحقيق التوحيد، يبتعدون عن أي شيء ممكن يكون فيه شرك أو فيه شبهة. فهؤلاء أيضا بعض الناس، يعني أن ترى الآن بعض الناس تجده يضع خاتم كبير في يده هنا، وأنا لاحظت هذا، فلما سألته فقال لي: هذا يمنع السكر. وهذا شرك يا إخواني، هذا المرض لا يمنعه إلا الله، الله تعالى هو النافع الضار. فشوف يعني يقول لك لا يكتوون، بعض الناس قال يعني هو لا ينبغي للإنسان يا إخواني إذا اكتوى أن يقول الكية هذه هي التي تعالج أو هي التي تمنع المرض. حتى الدواء الذي يشربه الإنسان يا إخواني، اللي يبارك فيه رب العالمين، الذي يأمر الدواء بأن يكون ناجعا، يعني يؤثر في الإنسان، هو الله تعالى، ليس الإنسان الذي صنعه. ولذلك تجد بعض الناس، بعيد عنه عنكم، اثنين من الناس مرضى نفس المرض ويشربون اثنينهم نفس الدواء، واحد يشفى والثاني ما يشفى، نفس الدواء نفس القدر، واحد شفاه الله تعالى هذه أقدار الله عز وجل. حتى أن بعيد عنه وعنكم تجد واحد منهم يموت، ما ينفع هذا الدواء، والأول ما إن شرب قطرة من هذا الدواء إلا وقد عافاه الله تعالى وكشف ضره. وهذا يا إخواني أقول لكم، بارك الله فيك، هذا اللي أقول لكم، يعني هؤلاء السبعون حرصهم على التوحيد وتحقيق التوحيد، حتى أنهم يعني هذه الرقية، حتى الرقية المشروعة، الرقية المشروعة أيضا يعني تركوها. يعني لا يقول واحد مثلا، يقول يعني كيف احنا ما نسترقي، ما الرقية، الرقية فعلها النبي. بعض الناس يدخل عليك عرض كما يقولون، يا أخي الرقية شرعية وموجودة والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، لكن هؤلاء تميزوا بأنهم يعني حتى الرقية تركوها صبرا على ابتلاء رب العالمين، وطمعا فيما عنده عز وجل، وحرصا على تحقيق التوحيد، حرصا على تحقيق توحيد الله عز وجل. أيضا من الفوائد أيضا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق. شوف الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، فقيل لي: هذه أمتك، منهم أو فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الناس يقول، ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم، قام عنه ودخل منزله صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك، بدأوا يتباحثون. فبعضهم إيش قال؟ قال: هؤلاء السبعون من؟ يمكن هم اللي صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قالوا: لا، هذا الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وبعضهم قالها يعني قالوا أشياء كثيرة. فهذه يعني يؤخذ من هذا أن ممكن الإنسان، يعني الناس، نتناظر في العلم ونقول يعني هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، وهذا من أجل المصلحة، من أجل المصلحة، من أجل الوصول إلى الحق. يعني الآن بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس يعلم أنك قلت كلمة فيذهب يبحث عن ما يضد كلامك، لا لأجل الحق أو إحقاق الحق، لأنه لو كان الحق واجب عليك أن تتبع الحق، واجب عليك إذا تبين لك الحق تتبع. لكن العينة هذه في دنيا الناس أو دنيا المسلمين يبحثون عن ما يضد كلامك فقط
ليكون هو الغالب وأنت المهزوم المغلوب ويظهر بين الناس، وهذا من الرياء. وهذا قبل أيام قليلة، يمكن أمس أو أول أمس، أنا أقرأ هذه النقطة بالذات عند الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يذم الشيخ هذا السلوك، ولا شك أنه أسلوب ركيك وأسلوب مذموم عندما يبحث الإنسان عن شيء، عن من قال ذا الكلام، يبحث عن ما يضاده من الـ من الـ من الـ الأدلة حتى يدمغك وحتى يكشفك أنك أنت المغلوب وأنا الفائز. يعني بالعكس، هنا المناظرة اللي جرت بين الصحابة في هؤلاء السبعين، الصحابة يا أخواني ما تناقلوا هذه، أو من هم هؤلاء السبعون؟ هم ما تناقلوا هذا من أجل أن أكون أنا غالبك أو أنت غالبني، لا، هم طمعا، لأن هؤلاء السبعون يا أخواني، لأن هؤلاء السبعين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فازوا، وأي فوز، فوز عظيم، فازوا بالجنة، بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك الصحابة أرادوا أن يعرفوا ماذا فعل هؤلاء الكرام حتى نكون معهم. ولذلك عكاشة رضي الله عنه بن محصن قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم، وفاز. فهنا يستفاد منها يا إخواني بإباحة المناظرة، ممكن المناظرة في العلم والمباحثة في النصوص الشرع للاستفادة، الشيخ يقول هنا شوف، للاستفادة وإظهار الحق، يعني إذا حتى تستفيد أنت يا أخي، أنت وأنا قريب والبعيد، لولا أنك في يوم من الأيام تعلمت أو جلست للشيخ أو للأستاذ الذي وجهك وعلم، ما تعلمت هذا الكتاب اللي تكتبه وهذا القراءة التي يقرأها، أنت من أين يعني؟ وإلا فالإنسان يا أخواني يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الله تعالى سهل لك العلم، طريق العلم من الأستاذ والكتاب والمدرسة وغير الجامعة والشيخ والحلقة العلم حتى تعلم الإنسان. فهنا من أجل إظهار الحق والاستفادة إباحة المناظرة طيبة، إنما المناظرة من أجل إفحام الخصم كما يقولون، من أجل أن أفضحك أو من أجل أن أظهرك أنك ضعيف، هذه والعياذ بالله هذه من سلوك إبليس والعياذ بالله، التي لا خير فيها ولا خير في من يخوض فيها. أيضا من الاستفادة من الحديث هذا عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل. عمق علم السلف أن السلف عندهم من العلم ما يدلهم على أو يدفعهم بإذن بعد إذن الله عز وجل إلى العمل. ولذلك شوف، هناك عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ الصحابة ماذا فعلوا؟ الصحابة هرعوا إلى ثلث الليل الآخر، يصلون لله ويدعونه ويستغفرونه ويطلبونه. لماذا؟ طمعا في الفوز، لأن الله تعالى قال ينزل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، وكل الناس تبي المغفرة، وهل من داع فأستجيب له، كل الناس يطلب من ربه أن يستجيب دعواه، كم من الدعوات عند الناس. فالصحابة أو السلف بصفة عامة، وإذا قلنا السلف إخوة الكرام فإنما نقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كل من تبع هؤلاء فهؤلاء السلف. وبالمناسبة تسمع البعض الآن يسب السلفية، وهذه خطرة، ما يجوز ذا الكلام. أنا أقول لكم نعم، في دنيا المسلمين اليوم في الساحة اليوم من أساء إلى السلف والسلفية بأنهم يذبحون الناس، مثلا هؤلاء الخوارج اللي يذبحون الناس ثم يقولون هؤلاء السلفية، أو يأتي البعض به بتخريفات ويقول هذا ما قاله السلف. علم السلف مدون معروف، السلف يا إخواني، السلف الصالح هم الذين وقفوا عند حد الله ورسوله، هم الذين اعتنقوا الكتاب والسنة وعضوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بالنواجذ، لم يغيروا ولم يبدلوا حتى أخبر الله تعالى أنهم فازوا. فقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
فهؤلاء الكرام، هؤلاء شوف السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلف. فاحذر من أن تذم السلف أو السلفية بسبب ما تسمع هنا أو هناك. الآن الناس تخوض والناس تتكلم، حتى تجد والعياذ بالله من يقول السلفي، أعوذ بالله، السلفي هو الإنسان المطلوب اليوم وأمس، وهو السلف هو الذي عض على كتاب الله. أما ما يحدث اليوم من الساحة تسمعون من قتل وإجرام وتشويه، فهذا يا أخواني لا علاقة للسلف بهذا. الناس الآن